تفرح بك يا محافل الملائكة وأجناس البشر لك التي ملات تجسدا لله وصار طفلا وهو إلهنا قبل الكون لأنه صنع مستودعك أرشى وجعل أحشى أرحبا من السماوات لدال يا ممتلئة نعمة تفرح بك كل البرايا وتمجدي. برافو. إليك يا رب العلا اسمع صلاتي واستجب دعائي. إني لا نرى عيناي إلى السماء ويداي ممدودتان إليك يا رب العلا رفع صلاتي واستجب دعائي.
اسمحوا لي بس اعرف على ابطال هالامسية الحلوة اللي هن فنانين كبار. رح اغني كلهم غنين عن التعريف طبعا. رح ابلش في العازفين، عازفين الايقاع الياس حبيب، هادي حنا بدو في الايقاع، ادوار كامل الايقاع، ادهم درويش جيتار باس ريموندا وكيبورد، الفريد حجار ناي عازف تشيل، وعادل جبران، وعلى قلبي كمان سرور صليبة، وعلي بكري، ويوسف مخبول. عشان سرور صليبة تفكرت يعني كثير تفكر ان ضار صليبة ابن عم بدي دافع عنه انا بالدنصرية. طبعا الانشاد سليم خوري، رح بلش من اليمين، سليم خوري، روبير ايوب، رامي ابراهيم، طلعت بيت، علاء بشاره، جريس خوري، لؤي سروجي، شادي شقور، صلاح رشيد، انور ابو زيدان. الصبايا معنا برضه من اليمين كمان، ماريا مرعب، بلسم درويش، وليانا قسيس، ورود جبران بشاره، وكيتي صباغ دوحه، سهيلة غطاس، ماريا منصور، فيروز طربوش، وصفا قاسم. من يستمر بشارة اسم التحية، شكرا لكم، نحب نشوفها كثير فيه وشاركونا فيها، وكل عام وانتم ألف خير، إن شاء الله نعد عليكم يا رب. شخص عزيز علينا هون كتير كتير بمناسبة عيد ميلاده الأسيس فؤاد.
بعام الخير 120. نكمل طبعا باسبوع الالام بهالاسبوع العظيم في هالاجواء. وطبعا حتى لما بنقول الام نحن كمسيحيين ايماننا ايمان فرح، ايماننا ايمان رجاء، ايماننا ايمان قيامي. والصليب ما كان الكلمه النهائيه في حياه وتاريخ السيد المسيح. لو لم يكن هنالك قيامة لكان إيماننا باطل وكرازتنا باطلة، ووقوفنا على المسارح وعلى المنصات تنرتل ونمجد اسم يسوع المسيح كان كله بيكون باطل لولا القيامة. فكل سنة وانتم سالمين، ينعاد عليكم بالصحة والعافية. بدي أدعو الآباء مع بعضنا نعطي البركة لهالشعب المؤمن اللي في حالة توقع وانتظار وصلاة، حتى نصل مع بعضنا إن شاء الله في الأحد القادم للقيام المنشود القيام المجيدي. للأخ سامر بشارة، سامر معدش ضيف على شفا عمر ولا جوقة سراج، هي ضيف على شفا عمر. جوقة سراج بقيادة الفنان ذات الحس المرهف سامر بشارة، انتوا أهل بيت وانتوا أصحاب بيت، فبيطلع لكم زقفة عالي كمان مرة منا، لأنه فعلا عيشتونا السماء. الله يقويكم ويبارك هالأنامل العازفين والمنشدين بالأصوات الملائكية. فبهالنهاية بناخذ مع بعضنا البعض من الكهنة والآباء الأجلاء، أبونا اندراوس، أبونا مدر، أبونا صموئيل، أبونا بسام، والرهبان طبعا نشكركم لحضوركم لدعمكم هالأمسية حتى نكون معا. وما أجمل أن يجتمع الإخوة معا في البيت الواحد وتحت السقف الواحد وفي الكنيسة الواحدة وفاديها ومخلصها ومعلمها يسوع المسيح.